بخطى ثقيلة وباردة وصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية العاصمة صنعاء، زيارة حملت الكثير من التساؤلات حول الوجهة التي اختارها المسؤول الأممي والقليل من الاهتمام إزاء أجندته المحمولة في هذا التوقيت. يتساءل كثيرون عن سر اختيار الزائر الأممي ستيفن أوبراين مركز سلطة الإنقلابيين وجهة له بدلا من العاصمة المؤقتة عدن، حيث تقيم الحكومة الشرعية المعترف بها إقليميا ودوليا. لكن مبررات الزائر الأممي ربما لا تتجاوز الحديث عن تواجد مكتب المنظمة الدولية في هذه المدينة وفرقها الميدانية ومركز إدارة عدد من وكالات الإغاثة، غير أن هذه المبررات تنتفي أمام حجج المراقبين في كون ذلك لا يبدو مقنعا. يقول نشطاء إن غرض الزيارة إظهار حجم مساحة الاحتياج الإنساني في عاصمة تأوي الإنقلابيين وتتسع لتحركاتهم ومعسكراتهم ومخازن أسلحتهم فيما تقع خارج دائرة الاقتتال إلا من غارات التحالف على أهداف عسكرية ومنشآت. لا تأخذ المهمة الإنسانية شكل الرسائل السياسية مهما بلغت، لكنها في مثل هذه الخطوات تبدو كذلك. ففي حين تغرق تعز في الدماء والدموع وتمتلئ الحديدة بالجياع والهياكل الحية، تتجه خطوات المسؤولين الأمميين نحو بلاط المتسببين بكل هذه المآسي. ليست هذه هي الزيارة الأولى لهذا المسؤول الدولي إلى اليمن، فقد سبقتها زيارة سابقة وصل خلالها أوبراين إلى عمران وعدن. حينها عبر المسؤول الأممي عن دهشته من فظاعة النزاع وما يخلفه من كارثة إنسانية، ثم عاد بتقرير لم يفضي إلى شيء بقدر ما أفرز المزيد من القلق على طاولة المجتمع الدولي. أما وقد بلغت الحالة الإنسانية المتدهورة ذروتها وبلغ صراخ الضحايا الأبراج الزجاجية للمجتمع الدولي والعالم، كيف لهذه الخطوات أن تمنح اليمنيين فرصة التنفس خارج ماكينات الموت اليومية والنفاد من دائرة الجوع الذي يحصد أرواح الصغار والكبار؟